بالنسبة للنايت جاردن قد سمعت عنها ولا؟ أثرت ونورت الحمد لله على السلامة خالتي، تو ما نور البيت، تفضلي تفضلي خالتي. تسلمي يا قمر، تسلمي حبيبتي. والله يا يما مبسوطين بجيتكم. الله يسعدك يا أحمد ويسعدك يا مها. المعذرة يا أمي، بس اتصال مهم والظاهر أنه لازم أمشي، بس لا تشيلين هم، مها بتشيلكم وتطلعكم وتدلعكم إن شاء الله. أيوة خالتك جاية من الديرة وزوجك عطاك هجمة مرتدة ودخلك بجدار وما تدرين وش تسوين، بس لا تشيلين هم، حنا هنا وشغلتنا شغلتنا نضبطك. الخطة واضحة، اليوم الأول يوم التمشي والمطاعم، خذيهم على البوليفارد يشوفون عروض النافورة ويتمشون حبتين. وبعدها اقلب رؤوسهم في فعالية أبسايد داون وخليهم يشوفون الدنيا مقلوبة. وفي الأخير قفليها بعشا مرتب ولذيذ. وبعد ما تخلصون دوختكم خذيهم على الرياض سفاري وخليهم يشوفون الحيوانات وجمالها من أقرب نقطة. واليوم الثالث عندك خيارين، يا أنك تودينهم طهبل وناسة في وينتر وندرلاند، أو إذا حابة تعيشينهم جو الفخامة وديهم الحديقة الليلية النايت جاردن في المربع وعيشوا أحلى الأجواء المختلفة والساحرة. والله تبشرون خير إن شاء الله. هلا والله. طبعا يبشرون، وأقول لك شيء، لو يبون يمددون حياهم الله، الموسم موجود، بس حملي تطبيق الموسم وتابعي كل جديد من هالفعاليات. شكرا لكم، مع تحيات الهيئة العامة للوناسة قسم التخطيط وحل الأزمات.